هاد النهار غادي نديرو واحد الماركت ابديت على السوق، يعني نشوف السوق شنو واقع فيه، واش طالع هابط، شنو هما المستجدات، يعني اخبار جدادين اللي كاينين. هاد النهار 16 فيفري كنمشيو للماركت، ماركت برايس يعني الثمن ديال السوق، الثمن ديال العملات اللي كاينين في السوق. هنا كيمكن لكم تختاروا واش USDT، لي زو تي اف، ايثيريوم، بيتكوين، لي بير اللي كيتم التداول فيهم، سواء ديال ميتافيرس، ان اف تي، ميمز كوين، اللي تابعين بولكا دوت، ستوريج، لاير 2. المهم هادو هما هنايا بالنسبه للسبوت، كتختاروهم على حسب لي كاتيجوري اللي كاينين. دونك نشوفوا لي نيوز، النيوز اللي كاينين، يعني الاخبار اللي كاينين. هنايا كاين العمله ديال جيت دوت ايو، كاين شيبا، اس ال بي، اثيريوم، بيتكوين، جاسمي. مهم هنا كيعطيوك لي توكن ولا العملات. كاين واحد الشونجمون في الفوليوم ديالهم، سواء نقصوا ولا طلعوا. هنايا مثلا شيبا نقصت 3.45% في مده ديال 24 ساعه. كيمكن لكم انكم تبدلوا، يعني تشانجيو البارامتر باش تشوفوا شكون اللي طالع، يعني العملات اللي طالعين بزاف اللي فيهم الربح. مثلا هنايا هاد العمله هادي طلعت ب 427، واحتمال ان تكون هاد العمله هادي عاد تحطت في المنصه ديال جيت دوت ايو. غادي ندخلوا نشوفوا. الوغ كما توقعت انه عاد تحطت هاد النهار هاد العمله هادي، وراها محققه لحد الان 428%. هذه هي القوه ديال الاكتتابات في المنصه ديال جيت دوت ايو، اللي كيمكن لها انها تربحك مبالغ اللي هما كبارين على حساب المونطون ديال الانفستيسمون ديالك. دونك غادي نمشيو نشوفو الاخبار اللي كاينين في هذا النهار، واللي كيمكن لهم انهم ياثروا على السوق سواء بالطلوع ولا بالهبوط. اول حاجه عندنا لا بوليس كنديان بلوكات 30 محفظه ديال الكريبتو كارنسي اللي كان عندهم علاقه، اللي كيشكو انهم عندهم علاقه مع لي كاميونور دو فريدم كونفوي، هاد الحركه اللي دارت في كندا. دونك 34 بورتفوي كريبتو موني اللي هما اسوسيي لي كاميونور تبلوكاو. علاش؟ لانهم كانوا باغيين يديروا احتجاجات ضد الوباء، لي ريستريكسيون ديالو، يعني الامور اللي كتجي معاه، القيود اللي كاينين بسبب هاد الوباء هذا. دونك والناس كانوا كيمولوهم بالبيتكوين. دونك الحكومه الكنديه شنو دارت؟ جات دارت تحقيق، عرفت شكون هما هذوك لي بورتفوي اللي كانوا كيمولوا داك الموجه اللي هي ضد الوباء، وجاو بلوكاوهم في لو 14 فيفري. والرئيس جوستن ترودو دار واحد لا لوا ديورجونس كونتر هاد لي بريستاتور كاميونور في 14 فيفري، اللي هي دونك دابا راهم دايرين لي انفستيغاسيون ديالهم باش غادي يوقفوا هاد لي بورتفوي. ثاني حاجه اللي هي دي بريفيزيون دو بري ديال شيبا اوني. شيبا الناس كيتوقعوا بانها غادي تطلع في الثمن ديالها في 2022. علاش؟ لانها ما بقاتش غير عمله من ميمز كوين، يعني غير عمله جاست فور فان، ولكن ولات عمله عندها يوتيليتي. ليوتيليتي ديالها هي انها بغات باش تدخل في الميتافيرس، هذه اولا. ثاني حاجه هي انها مليستيا في بزاف ديال لي اكستشينج، منصات ديال التداول، والماركت كاب ديالها كبير، ماركت كاب ديالها فريمون كبير، اللي خلاها انها تكون ما بين 20 عمله الاولى. الوغ كما دايرين هنايا، اون بليس دو سولا لاكتيف ا كومونسي à trouver des applications dans le monde réel, qu'ils soient utilisés dans les magasins. Donc Shiba, elle a comme moyen de paiement les grandes surfaces ou les magasins. Elle a développé l'Inde, c'est-à-dire l'Arde, dans le Metaverse. كما انها يمكن لها تدخل العالم ديال الان اف تي، يعني دير ماركت بليس ديال الان اف تي. هذا الشيء اللي كيخلي ان العمله ديال شيبا تطلع من ميمز كوين العمله اللي عندها اتيليتي. هنايا كما دايرين هنايا لي ستاتستيك كيهضروا عليهم بانها كيمكن لها، واش يمكن لها انها توصل 4 الاصفار 8.
ثالث انفورماسيون اللي غادي نهضروا عليها هذا النهار اللي هي الاكس ار بي اللي عندها غدا لو 17 عندها الجلسة الأخيرة مع لاسيك اللي كنتمنى انها تسالي بوزيتيفمون باش هكا المارشي يتنفس شوية ونشوفوا قيمة مجددين، وأميم طون الاكس ار بي توصل للدولار وتفوتو. كاين واحد الغابور اللي غادي يخرج على الاكس ار بي من لا ميزون بلونش واللي مازال ما خرجش، واللي اللي كيقولوا الا ما خرجش غادي يكون عنده واحد النيجاتيف نيجاتيف سايد على الاكس ار بي. ريبل كما كنعرفوا باقا كتحارب ضد لاسيك يعني مده طويله وهي كتحارب ضدها، كيقولوا واش راها سيكوريتي ولا لا، واش هادي واش هادي. المهم كاين توتان ديبا في الاكس ار بي، وكاينين الناس اللي هما كونتر وكاينين اللي بور، والناس افترقت في هذا الامر ديال الاكس ار بي. تشارلز غاسبارينو قال بلي الناس اللي هما مع لاسيك واللي هما ضد ريبل كيقولوا بلي ان القضيه غادي تزيد تعطل حتى للصيف، بويسك انه الوايت هاوس ريبورت اون كريبتو يعني مازال ما تحطش، وهذا الشيء غادي يكون عنده واحد نيجاتيف سايد على ريبل، يعني الدعوه اللي على الاكس ار بي والريبل اللي غادي يبين انها سيكوريتي. كنتمنوا ان الامور تدوز مزيان غدا ان شاء الله ما بين لاسيك وما بين الاكس ار بي، ونشوفكم غدا ان شاء الله في ماركت ابديت واحد اخر.